ما نحبش الندم، حتى لو حاجة عملتها هتعلم منها، لأن وقت اللي عملتها كنت مقتنعة، ووقت اللي عملتها كنت حبتها عادي. ما تكونش حياة لو ما يعني أنا مش عايشة في عالم أفلاطون، يعني عالم مثالي أو لا لا، أنا عايشة في up and down، حياة هكيكة صح، ناخذها بحلوها ومرها وانبسط.